صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. النهارده هنتكلم عن اندر واجمل والذ علاقه في بي دي اس ام، والحقيقه هبتدي بيها علشان العلاقه دي بالذات عليها شبهات كتير من ناس لا تفقه عنها اي شيء، ومن ناس بيدخلوها لمجرد أهداف في عقولهم ليس إلا. علاقة دادي دوم والبيبي جيرل. دادي دوم هي اختصار لدومينانت دادي، أي الأب المسيطر. إيه ده يا عم وينتر وليبرا؟ العلاقة دي بين الأب وبنته؟ قطعا لأ، العلاقة دي مش كده خالص. هي تسمى كده لأن العلاقة بتكون بين طرفين، طرف فيهم بتكون مفتقدة لطفولتها أو في شيء حصل من طفولتها أثر عليها وعايزة تعيش باقي عمرها طفلة، ولازم الطرف اللي يكون معاها اللي ترتبط بيه يكون دادي دوم، علشان هو ده الشخص الوحيد اللي هيعرف يعملها بالطريقة دي. ده باختصار الحديث. اي نعم، هي الشخصية دي بتحب تكون طفلة طول الوقت، لكن في هنا نقط لازم نقف عندها، النقط المشبوهة اللي بنشوفها حوالينا كتير. بيبي جيرل مش هي الشخصية زي ما قلت قبل كده، وبرضو هكرر كلامي مفيش فايدة، مش هي الشخصية المرقوعة بالمصري، مش هي الشخصية المرقوعة، مش هي الشخصية اللي بتحب تتدلع طول الوقت، مش هي الشخصية اللي بتتمرقع على ده وتتدلع على ده، ولا هي الشخصية اللي عندها إدمان جنسي. يعني أنا دايما بشوف شخصيات تكتب إنها بيبي جيرل وتحط صور لبيبي جيرلز وصور مش مظبوطة خالص، وطبعا كل ده بيلفق للبيبي جيرل. خلينا نتفق ان البيبي جيرل هي خاضعة في بي دي اس ام. محدش يجي يقول لي ان البيبي جيرل مش خاضعة، لا، البيبي جيرل خاضعة قبل اي شيء. ولو كانت هي مفكرة نفسها بيبي جيرل لكن انا مش خاضعة، يبقى هي ملاش اي علاقة ببي دي اس ام ولا البيبي جيرلز، ما هي الا مجرد شخصية بتحب تتدلع وتتمرقع ليس الا. البيبي جيرل هي الشخصية اللي محتاجة دادي دوم في حياتها، او الشخص اللي المفروض يكون في حياتها يكون دادي دوم، هو اللي ينظم لها كل شيء في حياتها لدرجة انه يدخلها الحمام. هي دي البيبي جيرل، الشخصية اللي تحب الدادي دوم بتاعها، يأكلها، يشربها، ينيمها، كل شيء، وما ننساش انها خاضعته، ما ننساش انها في خدمته، وما ننساش انها 100% اكيد ممكن تكون زوجة طبعا، لان زي ما احنا عارفين وقلت قبل كده ان العلاقة بين السليف والماستر ما تكملش غير بالزواج، لان لازم الخاضعة تكون تحت عين الماستر 24 ساعة، لازم يكونوا في مكان واحد. خلينا متفقين ان البيبي جيرل مش هي الشخصية اللي طول الوقت مغيرة صوتها، وطول النهار عايزة تتدلع، وطول النهار عايزة تقعد بالبامبرز بس. البيبي جيرل شخصية عادية جدا، ممكن تكون مثلا في شغلها شخصية قوية جدا، مسيطرة على ناس كتير حواليها في العمل، انما الجزء ده في حياتها لازم يكون جزء مختلف عن حياتها العامة. مش اي شخص تحبه تقول له يا دادي، مش اي شخص تقدر تعتبره كأب وكحبيب في نفس الوقت. وخلينا برضو متفقين ان البيبي جيرل الشخص، ان البيبي جيرل مفيش اي شيء يمنع انها تكون شخصية عندها حتى 50 سنة وجواها الميول دي، لأن البيبي جيرل مش مرتبطة بسن معين
أو بزمن معين. بالعكس، لما يجيش واحد يقول لي بيبي جيرل لازم تكون صغيرة أو هي بيبي جيرل فعلا حرفيا، لا طبعا. البيبي جيرل في بي ديز ام امرأة ناضجة جدا، لكن هي عندها جزء معين، عندها ميول معينة جواها ما بتطلعش إلا وقت معين، مش طول الوقت مطلعة ميولها على الناس، مش طول الوقت بتتعامل مع الناس على إنها بيبي جيرل. كان في مرة خناقة قامت كان في مرة خناقة قامت بيني وبين شخص من ذوي العقول الضحلة، كان بيتكلم ويقول إن البيبي جيرل محتاجة أب حرفيا، حرفيا بمعنى الكلمة، في حياتها، مجرد شخص تقوله دادي ويرتب لها حياتها ويعمل لها اللي هي عايزاه، ويجي عليها وقت تقوله أنا بحب كذا، بحب واحد تاني يعني. فالشخصية ضد الشخصيات اللي زي ده بيفكروا مش بعقولهم، بيفكروا ما علينا. لا، البيبي جيرل مش كده، البيبي جيرل ما بيكونش بيبي جيرل غير مع دادي دوم اللي هو بيكون حبيبها، اللي بيكون زوجها، اللي هيكون كل شيء في حياتها، هو شخص واحد بس. ما ينفعش تكون حتى بيبي جيرل مع والدها الفعلي، ما ينفعش. فالميول دي ما بتخرجش غير لشخص واحد فقط، الميول دي بيكون بين طرفين فقط، ما ينفعش تخرج لكل الناس، ما ينفعش اي حد يعرفها ولا نتعامل بيها مع اي حد. وخلينا متفقين ان الشخصية دي نادرة جدا للأسف، هتلاقوا حواليكم بنات كتير بتقول انها بيبي جيرل وميولهم بيبي جيرل، وهتلاقوا صور منتشرة ومغرقة الدنيا ويسبحوا في بحر الصور، لكن في الحقيقة انهم ولا بيبي جيرلز ولا لهم اي علاقة بالبيبي جيرل. انا شخصيا خضت تجارب كتير جدا مع الشخصيات دي، وتقريبا من 5 سنين عدوا انا ما قابلتش في حياتي غير 2 فقط هما او هن حاملات الميول دي فعليا. فمش اي واحدة تقول انا بيبي جيرل فهي تبقى بيبي جيرل، او مش اي واحدة حاسة انها مفتقدة طفولتها وانها عايزة تتعامل بشكل معين او بلطافة تبقى بيبي جيرل، لا خالص بالعكس. وبرضو ما ننساش ان البيبي جيرل خاضعة، وما ننساش ان البيبي جيرل احيانا بتكون ماسوشية بحت. بالنسبة لي الشخصية المفضلة بيبي جيرل او الخاضعة البيبي جيرل الماسوشية. معلومة وصلت لحد كده، اشوفكم المرة الجاية.